أرحب بكم أحبتي المشاهدين في طريقنا نحو البرلمان الذي نتواجد فيه اليوم في محافظة بابل، واللقاء متواصل مع السيد حسين منصور الصافي مرشح تيار الإصلاح ضمن تحالف النصر والذي يحمل التسلسل 21. أهلا بك. أهلا بك. الله يخليك. خلينا نحكي عن معاناة بابل. أنت ابن بابل وترشحت للبرلمان وكنت رئيس مجلس، هل أنت راضي عن بابل الحضارة والإرث والتاريخ وواقعها اليوم؟ بالتأكيد لا. وأنا إذا أردت أن أفتتح هذا الحديث، أعتقد أول ما أقوله أنه يجب أن يكون هنالك اختيار كريم لمن يتولى المسؤولية في بابل. مع الأسف طيلة الحقبة الماضية ما كانت هنالك اختيارات على أساس المهنية أو على أساس الخدمة أو على أساس الإداء الصحيح. كانت الاختيارات السياسية والمحاصصاتية الحزبية يعني هي الأساس، ومع الأسف ما كان هنالك عمل إداري أو سياقات قانونية أو تعاطي مع موازنات المحافظة بالشكل الصحيح أبداً. لذلك أنت محافظة تجدها طيلة هاي السنوات لم يكن هنالك أي صرح أو أي مشروع يمكن أن يشار له بالبنان، مسألة في غاية الأسى والحزن. محافظة بابل تستحق، شعب بابل يستحق الخدمة ويستحق كل ما يمكن أن يقدم إليه، وخيرات العراق وفيرة وخيرات المحافظة كبيرة وكثيرة. أنا فقط أشير إلى الموارد البشرية في بابل. في بابل هنالك عقول، في بابل هنالك مزاج أدبي وثقافي خاص ومميز عن جميع المحافظات، يتناول الشعر ويتناول الأدب والثقافة ويتناول تاريخ الحلة وتاريخ شخصياتها، وفي الحلة شخصيات كريمة. أن تنظر لآل مرجان مثلا، وأن تنظر لعوائل الحلة المرموقة، وأن تنظر شخصياتها وما قدموا وما أثروا في المجتمع من تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الثقافي والأدبي. أيضا الحلة عندها مزاج سياسي أيضا كريم. أبناء محافظة بابل اليوم، وبعد أن كانت هنالك عدة منافسات سياسية وجولات على صعيد الانتخابات، لديهم إدراك عميق بما يجري، ولديهم تصور واضح عن كل مجريات الأمور، وكأن الإنسان البسيط في بابل قادر على أن يدلي بتحليلات سياسية ورؤى بعيدة المدى. حقيقة تدل، إن لم تدل على الثقافة وإنما تدل على العمق في تفكير حتى الإنسان البسيط. هذا أنا أعتقد مرتبط أيضا بتاريخ الحلة وتاريخ هذه الأرض الكريمة. لذلك اليوم أعتقد أنه محافظة بابل، وهم مطالبون طبعا، أبناء المحافظة مطالبون خصوصا في المرحلة الانتخابية والسياسية القادمة، مطالبون بأن يدلوا بدلوهم وأن يؤدوا مسؤوليتهم الكريمة تجاه من يختارون، تجاه البلد أولا. البرلمان هو ممثل الشعب العراقي بأكمله، وأعتقد أنه اختيار عضو مجلس النواب هو ليس اختيار لتمثيل أبناء المحافظة فحسب، وإنما هو تمثيل للعراقيين بأكملهم، ويجب أن تكون المسؤولية مسؤولية النائب بهذا الاتجاه. لكن بابل تعاني، بابل تعاني كثيرا بسبب إدارتها. من المقصر؟ الإدارة، والإدارة طبعا هو الاختيار غير الجيد للقوى السياسية. يفترض على القوى السياسية أن تختار الاختيار، أن تصطفي الاختيار الكريم لمن يكون في مواقع المسؤولية في محافظة بابل. قصروا أبناء بابل مع لم يقصروا أبناء بابل في كل عطاءاتهم وإداءاتهم. أنت ترى أبناء بابل شمروا السواعد وخرجوا إلى الاستفتاء على الدستور، وخرجوا إلى دعم العملية السياسية، وهبوا ملبين لنداء المرجعية في الحرب مع داعش، وهبوا أيضا في كل منازلة سياسية وفي كل احتفالية سياسية يهبون. تهب أبناء المحافظة اختيار السياسيين. من قصروا؟ السياسيين قصروا كثيرا. نعم السياسيين قصروا كثيرا. أولا بالاختيار، عامل الاختيار عامل حاسم. أنت عندما تختار شخصية كريمة في موقع مسؤولية فإنك تضع هذه الشخصية في مكانها،
وهذه الشخصية لابد أن تؤدي، لابد أن تؤدي. إن لم تؤدي الإداء المطلوب والإداء الكريم فهي لن تسيء الإساءات البليغة أبدا مطلقا. لذلك أنا أعتقد أنه من أكبر ما يؤخذ على السياسيين وعلى الطبقة السياسية هي عدم الاختيار الكريم للشخصيات اللي تولت زمام الأمور في بابل ونواب بابل. المشكلة طبعا هو أكو تقصير، أنا اسمح لي أن أقول أنه التقصير في مواضيع معينة. أقول أنه الإدارات في بابل وفي عموم العراق الحقيقة، الإدارات الحكومية على صعيد الإدارات المحلية وعلى صعيد الإدارات الاتحادية، وإلا أنا أقول لك يعني هل يمكن أن يتصور أنه مواطن يريد يدخل في وزارة معينة من وزارات وهو منتسب إلى هذه الوزارة يجد الصعوبات والعراقيل في أن يدخل إلى وزارة؟ هذا عجيب غريب، هذه مسألة عجيبة. ما حال المواطن العادي في أن يصل إلى اللي يروم الوصول إلى هذه الإدارات وهذه الوزارات وفي أروقتها يدخل وإلى مسؤوليها؟ هذه مسألة في غاية الأسى. أيضا يعني أنت تجد أنه سوء الإدارة وعدم تقديم الخدمة المناسبة بتقديري يفترض أن يدفع النائب إلى التصدي لهذه المسألة، التصدي إلى الخدمات اللي ممكن أن للخدمات اللي يبتغيها الناس، وهو مطمع الناس. الآن الناس تريد شخص أنه يوصلها إلى الإدارة، يتابع أمورها في الإدارات وفي دوائر الدولة، وطبعا هذا خلل كبير. ليس واجب النائب أن يقوم بهذه المتابعات وهذه يعني مو معقب النائب، لكن أنا واحد من النواب قمت بهذا العمل سابقاً في الدولة سابقاً. نعم قمت بهذا العمل بشكل كبير، لأني وجدت أن إدارات الدولة يعني لم تكن تقدم الخدمات بالشكل اللائق للناس، ويصعب على الناس الوصول إليها ومراجعة معاملاتهم ومراجعة قضاياهم واستحقاقهم. لكن بابل مغيبة سيد حسين. نعم بابل مغيبة، لأن بابل موازناتها ضائعة وكثير منها بقي قيد الإنجاز وترك. لا بل اسمح لي أن أقول أن هنالك كثير من المشاريع اللي عرفت بها أنه مشاريع منفذة على الورق وفي واقع الحال هي غير منفذة، وهذا يؤسى له. الفساد نخر بابل يعني؟ طبعاً. أخذ ما أخذه من بابل. طبعاً أخذ ما أخذه من بابل، وأنا أعتقد أنه المسؤولية الكبرى على الطبقة السياسية في أن تنظف مواردها من هذا الدرن، وأن تعمل بشكل حقيقي لأن تأتي بالخلق الكريم الآن في هذه المرحلة الجديدة إذا الله سهل العملية يعني السياسية أن تسير بشكل صحيح. وأيضا مسؤولية أبناء بابل التصدي، وأنا في كل مناسبة ألتقي الناس، وكثيرا ما ألتقي الناس في تجمعات ولقاءات، وأقول أنه يجب على المواطن أن يكون في مواجهة المسؤول، ويجب عليه أن لا يتردد في تأشير الخلل بالمسؤول، وأن لا يعني يجب أن يكون شجاع. سيد ما بي خير لأهل ما بي خير للناس. بالتأكيد. شنو القدمه البابل؟ بابل لو كانت في أيدي أمينة أو لو كانت لدى دولة ثانية كيف كانت لتكون؟ يا سيدي موازنات دول بالعالم، موازنات دول، ماليزيا موازنتها 7 ملايين دولار، كم هي موازنة بابل؟ إذا أردت أن تقسم موازنة العراق مثلا من 130 مليون دولار، كم هي موازنة بابل وكم هي موازنات المحافظات الأخرى؟ مع الأسف سوء الإدارة وسوء إدارة المال مثل ما ذكرت والفساد هو الذي قضى على هذه الموازنات. هم يقولوا لك انشغلنا بالوضع الأمني، انشغلنا بقتال الإرهاب. أبدا مو سبب، أبدا مو سبب، دائما يجابون بها. أبدا كان المشغول في الجانب الأمني أبناء القوات المسلحة وأبناء القوى الأمنية وأبناء الحشد الشعبي، هؤلاء من شغلوا في مقارعة الإرهاب. وسووا ولدهم هسه من استشهدوا؟ لا شنو قدموا لأولاد الشهداء؟ الدم الطهور اللي بذلته هاي الناس وخصوصا الناس الفقراء هو اللي حمى العراق. لكن ماذا حصل؟ وهو اللي حمى المحافظات الجنوبية الوسطى والجنوبية. لكن قل لي
ما يجب أن يحظوا به عوائل الشهداء وأبناء الشهداء حظوا بالحرمان. للأسف لحد الآن لم تكن مؤسسات الدولة بالشكل اللائق بالتعاطي مع هذه الشرائح الكريمة. مع الأسف هذه الشرائح فقدت أعز ما عندها، ولربما هذا الفقد يعني قصم ظهور هؤلاء الأبناء وهاتيك النساء اللي ما زلنا في مقتبل العمر، بنات شابات فقدا أزواجهن وفقدا معيلهن، والآن يعني مع الأسف ما كانت يد الدولة أن تصل إلهن بالشكل الصحيح. وكثير طبعاً كثير من الأرامل وكثير من كانت هناك متاجرة بالحقوق. دائما ما نسمع شعارات دعايات أبناء الجنوب عانوا من الفقر من الويل من الظلم، وحتى آخر شيء بذلوا دمهم، ومن المقابل ما سمعنا بس شعارات فنانة. لذلك الآن في هذه الممارسة الانتخابية والديمقراطية الجديدة يجب على الناس أن تتخير القيمة الكريمة وأن تتخير المرشح الصحيح من خلال قراءة تاريخ العائلي ومن خلال تاريخ الوظيفي وتاريخ المهني وتاريخ السياسي وعلاقاته. يجب أن يكون هنالك قراءة من الناس، وهذه أعتقد من المسؤولية الكبيرة على الناس الآن وعلى المجتمع أن يؤدي دوره، وخصوصا أنه المرجعية الآن وفي بيانها الأخير قد أشارت إلى الناس بأن الاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة والنزاهة وعلى أساس المصداقية. خلينا نفتح ملف مهم، دائما عندما نتحدث عن بابل نتحدث عن الحضارة عن التراث والآثار. الأهوار اندرجت على لائحة التراث العالمي، نعم. وأنتم في وزارة الخارجية، بابل ملفها الآن على الطريق، نعم. ما هو تطلعاتكم للمستقبل؟ أنتوا عندكم خبرة خوب، أنت تشتغل بالخارجية، وإذا إن شاء الله ترشحت أو كنت عضوا في البرلمان، كيف ستساهم بزيادة الوعي تجاه هذا الشيء؟ والله على الرغم أنه هذا الملف هو يعني مو من ضمن اختصاصي، لكن أنا الحقيقة تابعته قبل يومين وردت أعرف تفاصيله وطلب التفاصيل بالأمس طلب التفاصيله. لكن اللي عرفته أنه اللجنة الفنية في وزارة الثقافة والإعلام قدمت إلى منظمة الآثار والسياحة أعتقد قدمت تقريرها الفني، وكان هذا التقرير الفني موضع قبول لدى هذه المنظمة، وأعتقد عن قريب سيأتي وفد من المنظمة ليطابق التقرير على واقع الحال في بابل. أنا حقيقة متخوف، شخصيا متخوف. مين هذا الخوف؟ متخوف لأنه ما كان أكو خدمة لهذا المرفق المهم ولهذا المكان اللي يعتبر تاريخ وتراث كبير. يعني لو اعتمدت بابل لهذا الموقع أعتقد أنه هذا سيجعل هنالك موردا اقتصاديا كبيرا إلى المحافظة. أهملت آثار بابل كما أهمل أبناء بابل؟ طبعا أهملت، ولعله أنا سمعت حتى أنه هنالك نازحين موجودين في بابل. لو أن تأتي هذه اللجان لتطابق التقرير الفني مع واقع الحال وتجد جانب من الجوانب هذا، وإن كان هذا جانب إنساني، لكن لو تجد هذا الجانب موجود أنه نازحين في هذه المنطقة الأثرية، وتجد عملية الترك وعدم الرعاية والاهتمام لهذا المرفق المهم، يعني مؤكد راح يكون ما يرد على التقرير من أمور سلبية مؤكدة. لذلك يعني بحاجة بابل، أنه بحاجة إدارة بابل أن تهتم على الأقل في هذه الفترة في بعض المسائل اللي ممكن أن تبيض على الأقل وجه الإدارة في الاهتمام في هذا الموضوع. طيب الهام. يعني سيد خلينا نتطرق إلى أهداف برنامجك الانتخابي اليوم، خلينا قطاع قطاع. اليوم بابل ما شاء الله بالجانب التعليمي الصحي الكهرباء الخدمات كلها حدث ولا حرج. اليوم كنواب إذا صعدت تمثلون بابل وأنت لديك باع وتجربة، شنو ممكن تقدمون لأبناء هذه المحافظة في هذه القطاعات اللي تعاني الأمرين؟ أنا واقعي وأمين مع ناسي ومع جمهوري ومجتمعي، وأنا ابن المحافظة ولي مساحة كبيرة فيها وجمهور عريض، وعلاقات والدي الاجتماعية وعلاقات جدي لا زالت هي معين بالنسبة إلي في التعاطي مع الناس ومع المجتمع في كل مناطق المحافظة.
وفي مناطق الوسطى والجنوبية منها، وعلاقاتنا في شمال بابل. أنا أقول بأمانة، لا يمكن أن أضع برنامجا انتخابيا مثل ما يتصوره الآخرون ومثل ما يجري في باقي دول العالم اليوم أمام المواطن في بابل أو أمام كل الناس في العراق لعدة أسباب. أولا، عندما أريد أن أقول أن لدي برنامجا انتخابيا على صعيد التعليم وعلى صعيد الصحة وعلى صعيد الواقع الزراعي وعلى صعيد قطاعات الإنتاج والقطاعات الحياتية الموجودة في المحافظة أو في عموم العراق، يجب أن أضع في نصب عيني أنه هل هنالك إمكانية للحكومة أن تنفذ هذه الأمور أم أنه هذه تمنيات فردية. لا أستطيع أن أكون غير واقعي مع الناس. أنا اكتسبت ثقتي واكتسبت محبتي من الناس على أساس المصداقية وعلى أساس التعاطي السلس والتعاطي الطبيعي والواضح مع الناس. لذلك لا يمكن أن أضع لنفسي برنامجا وأخدع به الناس، برنامجا انتخابيا أخدع به الناس. أنا أقول لهذه لأبناء محافظتي، أنا على العهد معكم كما كنت بالسابق، كما كنت بالسابق، تصور كما كنت بالسابق، وأسأل الله أن يجعلني أن أقدم أكثر، وأسأل الله أن تكون إدارات الدولة بالشكل الأمثل اللي تقدم للمواطن الخدمات الطبيعية، بحيث لا يفكر المواطن أن يطرق باب النائب على أساس عيني وعلى أساس أنقني ونسبني لهنانة وعلى أساس سوي لي هاي الشغلة. يفترض أن تكون هذه القضايا هي اختصاصات وخدمات تقدمها الإدارات للمواطن، وأن يترك النائب إلى عمل الحقيقي اللي هو عمل في التشريع وعمل في الرقابة وعمل في اتخاذ القرار السياسي الكبير، لكي يتفرغ النائب فعلا إلى التعاطي مع هذه المواضيع المهمة بمهنية وحرفية وبتركيز عالي. لم نتطرق إلى حياتك الاجتماعية، دائما الناس تحب تسمع عن النائب، حياته الاجتماعية، كم أولادك، بناتك، تفضل. الحقيقة أنا متزوج طبعا وعندي 4 أطفال أولاد، بنتان وولدان، وأنا من عائلة قضائية. والدي كان قاضي، سيد منصور الصافي، كان قاضي عمل في مختلف محافظات العراق، وهو من القضاة اللي يشار لهم. وأيضا يعني أنا أهوى الشعر وأقرأ الشعر من نعومة أظفاري، وحافظ كثير من الشعر والأدب. أيوة. فتبيت يعني عن بابل، عن السياسة، أنت حر، أيهما الأقرب إلى مخيلتك؟ والله أحيانا نشوف من تحتدم الأبيات الشعر في بالك فلا تستطيع أن تستخرج ما هو ما تتمناه للمتلقي، لكن أقول برغم الإباء ورغم العلا ورغم أنوف كرام الملا ورغم القلوب التي تستفيض تحوطك حوط الحما، وإذ أنت ترعاك عين الزمان ويهفو لجرسك سمع الدنا وتلتف حولك شتى النفوس تجيش بشتى ضروب الأسى وتعرب عنها بما لا تبين كأنك عن كل نفس حشا، فأنت مع الصبح شدو الرعاة وحلم العذارى إذا الليل جاء، وأنت إذا الخطب ألقى الجيران وحط بك الكله فارتمى، ألحت بشعرك للبائسين بداج الخطوب بريق المنى. صح لسانك. بماذا يعيرني الأرذلون؟ أيه. ومما تخاف صلال الفلا؟ أيسلب عنها نعيم الهجير ونفح الرمال وبذخ العرى؟ فوارق لا يمحي عارها ولا يلتبسن بوصف سوى، بحيث إذا ما مشى الصلي بها أن وغدا بدا، وحيث يعير أبناءه بأن لهم والدا مثل ذا. أقول لنفسي إذا ضمها وأترابها محفل يزدها تسامي، فإنك خير النفوس إذا قيس كل على من طوى، تسامي فإن جناحيك لا يقران إلا على مرتقى، وأشهد أنك مذخورة لأبعد ما في المدى من مدى، وأنك سوف تدوي العصور بما تتركين بها من صدى، بآيتي
أن يد المغريات تهابك إلا كلمس الندى، وإنك إذ يلتمع مطمع يخاف على العين منها القذى. لشر النهايات هذا المطاف، وكل مطاف له منتهى. شنو اللي خلاك تختار هذا التيار، وما الذي في تيار الإصلاح يختلف عن البقية في وجهة نظرك؟ الحقيقة أولا زعيم تيار الإصلاح السيد الجعفري رجل يمتلك فكر ويمتلك تراث أدبي وثقافي قل نظيره، ويمتلك جود. هذا الرجل يمتلك من الخلق العالي ومن العواطف النبيلة التي يتعاطى بها مع أبسط الناس ومع حماياته ومع أبنائه بتعامل إنساني قل نظيره. هذه واحدة. وأيضا السيد الجعفري أنا استقبلته عندما كنت رئيس مجلس محافظة بابل عام 2003-2004، كانت أول زيارة للسيد الجعفري، يومها كان رئيسا للوزراء في الحكومة الأولى اللي شكلت بال 2005. استقبلت السيد الجعفري أنا في محافظة بابل، وكان شخصية حقيقة بخطابه الوطني وبخطابه الإنساني يعني يلتقط ويكسب قلوب الآخرين. وأيضا عندما جيت للأمانة العامة لمجلس الوزراء كان تعييني كمديرا عاما موسوما بتوقيع السيد الجعفري آنذاك. والحقيقة من أكثر ما قربني إلى التيار ومن أكثر ما قربني إلى السيد الجعفري يعني ليس الآن، وإنما في عام 2009 كنت مرشحا وكيلا لوزارة العدل، وعرض علي أن أكون محافظا لبابل. فكان عندي أحد السادة الوزراء والإخوة الأعزاء الكرام والسيد صفاء الدين الصافي، كان وزيرا لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب آنذاك، وكان قريب إلى نفسي هذا الرجل. تداولت معه بالموضوع، قلت له مرشح أنا لمكانين، وكيلا لوزارة العدل ومحافظا إلى بابل، شنو رأيك أن أتوجه في أي اتجاه؟ فقال لي اتجاه الخدمة أنا أشوفه في محافظتك، وأن تكون محافظ عندي خيرا من أن تكون وكيلا لوزارة العدل. بعد هذا تحركت بالاتجاه السياسي كي أستحوذ على الدعم من القوى السياسية، وأول محطة كانت لدي أن أشد الرحال إلى السيد الجعفري. وجلست مع السيد الجعفري وعرضت له الموضوع وطلبت منه الدعم، دعم تيار الإصلاح في بابل، وكان الرد طبيعي بالإيجاب، والإيجاب الواسع، الإيجاب الكريم. وفعلا التقيت بالإخوان أعضاء تيار الإصلاح في بابل، وقالوا لو أنك لم تطلب منا هذا لكنا نحن الداعمين والمتبنين لهذا التوجه. فكان هذا التوجه الإنساني والأخلاقي، والذي لم يكن يعني أي مطلب هنالك إزاء هذا الدعم، أي مقابل لم يكن إزاء. علاقة قريبة بعيدة. مسألة أخرى إذا تسمح لي، عندما صار مجلس النواب أيضا كان تقارب كبير ما بين السيد الجعفري وجميع النواب، وأنا كنت أشعر بخصوصية مع هذا السيد الكريم. وكنا نجلس أحيانا في بيته ونقرأ الشعر، وكان هو مولع، طبيعي هو مولع بالشعر والأدب والثقافة، وكنت له أقرأ كثير من الشعر، حيث أحفظ أنا أكثر من 12,000 بيت شعر. شكرا لك أستاذ حسين. أحبة المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي ختمناها بأبيات الشعر، ونتمنى أن تكون قد طابت وراقت لكم، وإن شاء الله مستمرون ومتواصلون في التجوال من محافظة إلى أخرى وحط الرحال حيث يتواجد المرشحين لنتعرف عليهم أقربا فأقرب. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.